اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، اجمل ترحيب لكم جميعا. عدنا لكم للحديث عن الجامعه الامريكيه في مادبا، هذا الصرح الاكاديمي المتميز. رح نتحدث عن التخصصات الجديده وعن المنح التي تقدم للطلبه من خلال ضيوفي الكرام، الدكتوره ماجده ايوب رئيس قسم التسويق في كليه المال والاعمال، اهلا وسهلا فيك، والمهندس حنا قبطي من كليه العماره والتصميم، اهلا وسهلا فيك، وايضا اماني عياش من كلية العلوم الصحية، نورتونا ومبسوطين كثير فيكم وبوجودكم معنا لليوم. وبداية بحب أبدأ من عند المهندس حنا ونتحدث في بداية اللقاء عن الجامعة الأمريكية، عن هذا الصرح الأكاديمي المتميز، نتحدث عنه شوي. صباح الخير شهد. صباح الورد. في البداية اسمحي لي باسمي وباسم زميلاتي وزملائي في الجامعة الأمريكية في مادبا أن أتوجه لكم بالشكر على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المميز، واسمح لي أيضا أن أوجه للسادة المشاهدين في هذا الوطن الجميل وأقول لهم أسعد الله صباحكم. يا صباح الورد. ستنا الجامعة الأمريكية في مادبا هي جامعة أردنية غير ربحية، مسجلة ومعتمدة لدى وزارة التعليم العالي الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الأردن. وهي أيضا الجامعة الأمريكية في مادبا مسجلة في ولاية نيو هامشير في اليونايتد ستيتس بالولايات المتحدة كجامعة أمريكية على أرض أردنية. الجامعة يا ستي تتكون من 7 كليات. نعم. وتحتوي هذه الكليات على 17 تخصص. رأى. رح أمشي فيهم بشكل سريع. كلية هندسة، الهندسة فيها هندسة المدنية والهندسة الميكانيكية، كلية العلوم فيها الأحياء والتكنولوجيا الحيوية، ومنها إلى كلية العلوم الصحية وفيها الصيدلة، المختبرات الطبية والحمية والتغذية، ثم كلية المال والأعمال وهي أكبر كلية عندنا في الجامعة، فيها 5 تخصصات: المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر المالية والمصرفية، والتسويق. إذن هي جامعة غنية بالتخصصات، وأعتقد أنه هلأ هاي الفترة مهمة كتير لكل الطلاب اللي عم ببحثوا عن فرص في الجامعات أنه يطلعوا على هاي الجامعة وعلى التخصصات الرائعة اللي موجودة فيها. نعم، وفيها أيضا كلية العمارة والتصميم وهي الكلية التي أعمل بها، فيها هندسة العمارة والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي، وأيضا كلية اللغات وفيها آداب اللغة الإنجليزية وترجمتها، وأخيرا وليس آخرا كلية تكنولوجيا المعلومات وفيها علم الحاسوب. وأيضا هنالك سيدتي الجامعة الأمريكية في مادبا مؤخرا قامت بافتتاح تخصصين جديدين لحاجات سوق العمل، وهما تخصص إدارة الموارد البشرية في كلية المال والأعمال، وهو تخصص يعتني بتطوير الثروة البشرية والأفراد العاملين في المؤسسات. لا. والتخصص الجديد الثاني هو التصميم الجرافيكي والتواصل البصري في كلية العمارة والتصميم، وهذا التخصص فيه 4 مساقات: التصميم الجرافيكي، صناعة الأفلام، الرسوم المتحركة الأنيميشن، والمالتي ميديا. وهكذا مع إضافة هذين التخصصين يصبح عدد التخصصات في الجامعة الأمريكية في مادبا 19 تخصص. ملخص رائع لجميع التخصصات، وأعتقد أنه هذه التخصصات الجديدة لديكم في هذا العام مهمة جدا لكل طلبة، لأنها هي رائجة الآن، هي التخصصات الأكثر رغبة عند الشباب. أنتقل إلى الدكتورة ماجدة وأتحدث معك قليلا عن الطالب. الطالب هو أساس العملية التعليمية ويجب تنمية مهارات. نتحدث عن الجامعة الأمريكية التي ستقوم أو جديدها في هذا العام في تنمية مهارات الطالب، مهاراته الشخصية، مهاراته التعليمية العلمية، نتحدث عنها شوي. طبعا صباح الخير أخت شهد. صباح الورد. صباح الخير لأخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدين، شكرا لاستضافتنا. العفو. المضبوط، فعلا الجامعة الأمريكية في مادبا هي يعني كل قراراتها الإدارية هي فعلا عندها حط الطالب كالمحور الأساسي لتنميته التعليمية ولفائدته التعليمية. على سبيل يعني طبعا احنا نعمل في الجامعة وإدارة الجامعة على طول تعمل وبجدية لتنمية مهارات الطالب في الجامعة، وقلت
قدراته العلمية والبحثية وتنمية شخصيته أيضا وبناء شخصيته تمكينه. على سبيل المثال مثلا مطلوب في كل أنا يعني كأكاديمية يعني مطلوب من كل مادة تخصص مشروع أكاديمي مشروع بحثي حلو. ومش بس إنه كمان لازم بنهاية الفصل يقدمه كورقة بحثية كمان لازم يقدمه شفهيا وعليه هذا 20% من العلامة النهائية طبعا هذا لو بدي أقدمه شفهيا هذا بيبني جدا البرزنتيشن سكيلز المهارات طبعاً. الشخصية للطالب فنحن فخورين بهيك عمل وفخورين بطلابنا أيضا وفخورين فيكم أيضا هذا الصرح المتميز اللي عم بقدم هيك أمور أنتقل لأماني أماني أنت قصة نجاح تخرجتي من الجامعة الأمريكية والآن تعملي في هذه الجامعة نتحدث شوي عن تجربتك معهم بداية بحب أصبح عليكم صباح الورد لمشاهدينا الكرام أنا درست في الجامعة الأمريكية في مادبة صيدلة تخرجت من الجامعة والآن أنا أعمل في الجامعة أنا موظفة في الجامعة وظيفتي هي مشرفة مختبر في قسم الصيدلة عندما تقدمت للوظيفة كان إلي الأولوية في التعيين كوني خريجة الجامعة هناك أيضا عدد من الخريجين الذين يعملون في الجامعة الآن وهذا مؤشر على ثقة الجامعة بالخريج طبعا إذا بدي أحكي عن وجهة نظري أو نظرتي للجامعة كطالبة فجامعتنا هي بتأمن بيئة مريحة للطالب تحترم كامل تحترم الفرد بثقافته باختلافه عندنا طلاب من أكثر من 20 جنسية فلك أن تتخيلي التنوع الثقافي اللي موجود بالجامعة ما يميز أيضا جامعتنا كادرنا الأكاديمي وأكبر إكزامبل دكتورة ماجدة طبعا عندنا كادر أكاديمي مميز معظمهم وأغلبيتهم خريجين الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية التدريس في اللغة الإنجليزية مما يجده بعض الطلاب تحدي أمامهم ولكن بحب أنوه أن الجامعة بتأمن وتوفر مساقات لتقوية اللغة لدى الطالب حلو كتير واللغة الآن هي مطلب أساسي 100% في طبيعة العمل وبيئة العمل من أيضا الخدمات التي تقدمها الجامعة هي سكن داخلي للطالبات أيضا شبكة مواصلات مختلفة من مختلف مناطق المملكة يعني إذا الواحد كان من محافظة بعيدة شوي ما يهكل هم بيلاقي يعني هناك سكن في سكن نعم وفي شبكة حلو. مواصلات أيضا حلو. ومؤمنة بإنترنت ومؤمنة بخدمات حديثة ممتاز كثير بحب أحكي أيضا عن قسمي قسم الصيدلة هلأ من أشهر العلامات لنجاح الطلاب وتفوقهم امتحان الكفاءة الجامعي حلو كثير. إحنا حصلنا على المركز الأول في امتحان الكفاءة الجامعي على مستوى الخريجين ايضا حصلنا على المرتبه الاولى الف مبروك الله يبارك فيك على المرتبه الاولى في امتحان نقابه الصيادله على مستوى كافه الخريجين الاردنيين رائعين ومتميزين وحابين نتعرف اكثر على هذه الجامعه من خلال فيديو قصير سنشاهده معا ونواصل حديثنا معكم بعد هذا الفيديو أهم ميزات الجامعة الأمريكية في مأدبة برنامج الدراسة في الخارج لمدة فصل أو فصلين وبنفس الرسوم المحلية الأسبوع الدراسي 4 أيام فقط من الاثنين إلى الخميس جامعة أردنية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومسجلة بولاية نيو هامبشير الأمريكية منح دراسية تحسب بحسب التفوق الأكاديمي الجامعة الأمريكية في مأدبة كادر أكاديمي مميز مخرجات تعليمية مميزة بتحصد نتائج رائعة في امتحان الكفاءة الجامعية ضمن الجامعة الأمريكية في مأدبة مجمع رياضي مميز ملاعب داخلية وخارجية مسبح داخلي شبه أولمبي مهندس حنا خلينا نتحدث شوي عن المنح التي تقدم إلى الطلاب الأردنيين والطلاب العرب نتحدث شوي عن هذا الجانب لأنه أغلب الناس بيهمهم هذا الموضوع كتير لأنه بيحاولوا دائما يدوروا على فرصة تكون يعني ما تكون باهظة الثمن زي ما بيقولوا نتحدث شوي عن هاي المنح يا ستي الجامعة الأمريكية في مأدبة في النهاية هي جامعة غير ربحية ولذلك تهتم الجامعة بطرح منح
تكون على أساس التفوق، وبرنامج المنح هذه السنة يكون بناء على معدل في الثانوية العامة، شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالتالي كلما زاد المعدل زادت المنحة. وهذه السنة وصلت المنح إلى تغطية جميع المعدلات ابتداء من 60 70 80 إلى أن وصلت 90 95، وقد تصل المنحة إلى 100%، وتكون هذه المنحة على رسوم الساعات الدراسية. ففي هنالك منح للطلبة الأردنيين، وأيضا هنالك منح مماثلة لها للطلاب من فلسطين، وأيضا هنالك منح للطلاب من الجنسيات العربية المختلفة كسوريا والعراق، وأيضا هنالك منح للطلاب الأجانب، إذ أن جامعتنا تمتاز بوجود حاليا تقريبا 20 جالية من دول مختلفة في الجامعة، فهو هو مجتمع متعدد الثقافات يعني. جميل جدا. نعم، وهنالك أيضا منح للتشسير والشامل، وأيضا المدارس التي تتعاقد مع الجامعة باتفاقيات تعاون مشترك. كتير. ولا يفوتني أن أذكر أيضا أننا سعيدين جدا، سعداء جدا في الجامعة الأمريكية بمادبا بتقديم منح من درجة متميزة وخاصة لطلاب محافظة مادبا، كوننا في هذه المحافظة، وتكون هذه المنح للشريحة الكبرى من الطلاب، وهذا كنوع من المسؤولية الاجتماعية للمجتمع المحلي وأهلنا في محافظة مادبا. جميل جدا. ننتقل إلى الدكتورة ماجدة ونتحدث قليلا عن برنامج الدراسة في الخارج، كيف يمكن الطالب، كيف ينمي من مهاراته وينعكس بشكل إيجابي على شخصيته؟ أكيد طبعا، أكيد بينعكس بشكل إيجابي. هذا البرنامج رائع جدا لأنه بينعكس كمان على تفكير الطالب ونضوجه العلمي والثقافي والمعرفي، بساعد واتساع الأفق كمان للطالب، لأنه هو معرض لعدة جنسيات عم بتعامل معها في الخارج، بتعلم قبول الآخر، طبعا هذا بيحد من التحيز والتطرف طبعا اللي نحن طبعا العالم أكيد. كله بيعاني منه أكيد. أيضا الاطلاع على ثقافات مختلفة، والتجربة الأكاديمية طبعا دائما تجربة رائعة، بتعلمه الاعتماد على النفس لأنه هو لوحده يعني يتحمل مسؤوليته طبعا، لازم أكيد. يدبر حاله يعني. كمان من الأشياء المهمة أنه بيهتم أو بتساعد على تنمية اللغة عنده، مثلا على سبيل المثال في أمريكا بيضطر أنه يتكلم اللغة الإنجليزية، فلما بيرجعوا بعد تو سيمسترز أو سيمستر بكونوا يعني لغتهم الإنجليزية جدا قريب بأريحية بيكونوا. طبعا كل هذا الانفتاح والاتساع في الأفق هذا بيؤدي إلى التفكير برا الصندوق لطلابنا، هذا اللي بنساعدهم عليه، ومما يؤدي كمان للإبداع، وهذا اللي دائما الجامعة الأمريكية بتحث عليه. في عندنا كمان كثير طالبات استفادوا جدا من هذه الخبرة للستدي أبرود، وزميلاتها للأخت أماني فينا هي تحكي لنا عن بشكل بعجالة كبيرة، حدثينا عن بعض هذه القصص عشان لازم نتعرف على قنوات الاتصال مع حضراتكم لكل الطلاب اللي عندهم استفسارات بعجالة. بعجالة أيضا أود أن أشرح عن فكرة البرنامج. برنامج الدراسة بالخارج تقوم فكرته على أن الجامعة بتأمن فرصة للطالب لدراسة فصل أو فصلين بالخارج بالجامعات الأمريكية أو الأوروبية التي لديها اتفاقيات مع الجامعة. نعم. في له ميزات مهمة، أولهم أنه هو اختياري للطالب حسب رغبته. الميزة الأخرى أنه هو بنفس الرسوم المحلية، أي الطالب يدفع نفس الرسوم التي يدفعها في الجامعة في مادبا. وأكيد له فوائد عندها، من قصص النجاح التي حصلت بأنه طالباتنا يلي رغبوا بالالتحاق بهذا البرنامج يعني أظهروا تميزهم الأكاديمي، فبالتالي حصلوا على منح لتتمة دراساتهم العليا، حصلوا على منح لإكمال الدراسات العليا في هذه الجامعات. حلو كتير. أي أشخاص عم بيتابعونا الآن وحابين يتواصلوا مع الجامعة الأمريكية، ما هي قنوات الاتصال؟ طبعا فيهم يشرفونا، أهلا وسهلا فيهم بالجامعة الأمريكية في مادبا، أو فيهم يتصلوا، بتصور رح يظهر على الشاشة. نعم. فيهم يتصلوا على الريجستريشن أو على القبول والتسجيل، هم على أهب الاستعداد أنه يعطيهم كل المعلومات اللازمة. وأيضا إحنا رح نتواجد في الماريوت، فندق الماريوت في عمان، في 15/9 يعني يومين والثالث من الآن. نعم. يوم الأحد بين الساعة 5 مساء والساعة 8 مساء. أنا رح أكون على الشاشة يعني لكل المشاهدين. طبعا. اللي حابين أنا رح أكون موجودة، وزملائي أيضا أكاديميين وإداريين رح يكونوا موجودين لأي استفسارات للأهالي والطلاب، نشرح لهم كمان
كمان الفرق بين التخصصات وايش المناسب لشخصيه الطالب لايش اللي بيرغب فيه مشان نساعده لا يقرر بايش رائع يتخص. جدا دكتوره اماني ايوب رئيس قسم التسويق في كليه ماجدة دكتورة ماجدة أيوب دكتورة ماجدة أيوب رئيس قسم التسويق في كلية المال والأعمال المهندس حنا قبطي من كلية العمارة والتصميم وأماني عياش من كلية العلوم الصحية تحدثنا عن أهم برامج وتخصصات وما هو جديدكم في الجامعة الأمريكية في مادبا لهذا العام كل الشكر لوجودكم معنا سعدنا وتشرفنا بكم بالتوفيق دائما أما الآن أعزائي المشاهدين سننتقل معكم لمشاهدة تقرير عن شارع الثقافة لزميلنا أحمد أبو حماد لنتابع ونواصل من بعد حلقتنا لليوم